الدعاء. احنا عملنا قلنا الاسبوع اللي فات وشرحنا وقلنا الدعاء مخ العباد، ما ينفعش يعدي الايام دي لسته لسته كده كاتبينها، اكتبوا كذا عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا، وادعوا واكتبوا يا رب يا رب، قولوها ان شاء الله حتى تقراوها من الورق اللي انتوا كاتبينها، لكن ما ينفعش تعد. ما عهدنا، اسمعوا، ما عهدنا دعاء في العشر الاواخر من رمضان، ماشي، اللي فيهم ليله القدر، ولا العشر الاوائل من ذي الحجه، ولا يوم حتى الايام حتى بدايه السنه الهجريه او اي موسم من مواسم الطاعات الا واستجاب ربنا، خصوصا دعاء عرفه مستجاب. انا اذكر دعاء وفاكره كويس جدا جدا جدا، الوقت اللي انا اطلع فوق السطح، اطلع كده وبتاع مش عارفه ايه، وبعدين لما جيت تزوجت تقول لزوجي انا مالي انتوا واقفين السطح ليه؟ لا خلي امك تفتح السطح عشان عايزه السما، عايزين السطح. فاكره جدا اليوم اللي انا دعيت ده، وكان يوم عارف، فاكره يا ربي حاجات كتيره قوي. انا عن نفسي وانا بقرا الليسته انا بقول ده كتير، ولكن قلبي على طول مش كتير على ربنا. ما عهدنا دعاء في الفتره دي الا واستجاب، دعاء مستجاب. يا اللي عايزه زوجك ينصلح حاله وعيالك ينصلح حالهم وابوك يرضى عنك، اللي عايز كل اي حاجه في الدنيا دعاء الايام دي مستجاب. طب نقول ايه تاني بالله عليكم؟ يعني نقعد نحبب في الناس ايه اكتر؟ ايه ده يا ابني؟ عايز اي حاجه ادعي، عايز تتجوز ادعي، عايز ربنا يسد دينك ادعي، عايز الله عز وجل يرضى عنك ادعي، عاوز ابوك وامك يرضوا عني ويجيبوا لك الدنيا ادعي. فاللهم يا رب اجعلها ساعة مباركة يا رب من علينا بالطاعات. اللهم يا رب حببنا في الصلاة والنوافل والسنن والذكر والقرآن والصيام والصدقة وصلة الأرحام والتحميد. اللهم اجعلنا يا رب ألسنتنا يعني تلهز بذكرك. اللهم اجعل لنا لسانا زكارا شكارا. اللهم أمين. اللهم امنن علينا ببركة هذه العشر يا رب العالمين. اللهم بلغنا يعني يوم عرفة. اللهم ارزقنا صدق الدعاء يوم عرفة. اللهم استجب لنا ولقلوبنا. اللهم امين امين. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينولنا واياكم يعني ثواب الايام ديت، ولا ومش ثوابها وبس، وحسن العمل في الايام ديت باخلاص القلب. اللهم امين.